إياس الفقيه owner the supplements factory. نحن شركة منتناول مواضيع الفيتامينز supplements proteins كل شيء من الاي لزد. نحن منساعدكم بالقصص كتير ميديكال، خاصة مثلا أمرار بيوصفها الدكتورز كتير صعب تلاقوها، بدكم حدا ينزل من برا ليجيبها، نحن دغري منكون جايبينكم إياها خلال 1 week ل 2 week. بالنسبة لشغلنا نحن فوتنا سيستم الهامستر، كتير عم بيساعدنا من ناحية الشغل، من ناحية ستوك مانجمنت، سيلز، انفنتوري، كل هيدا الأمور. سيستم ولا أسهل، فليكسبل، كتير رائع، easy to use، fast، خالي من الباجز، من أي شيء. وبالنسبة للسبورت تيم رائع جدا، يعني تقريبيا 24/7 فينا نقول. وبالنسبة لأني customized request كمان بيقدروا يناقشوها معكم ويحطوا لكم أحسن حال. يعني أنا شخصيا صرت عامل شي 3 requests خاصين بمصلحتي، so هيدا شيء كتير بيأثر وبيعطي positive feedback بشكل رائع. حتى أنا my work يعني كتير تحسن من هيدا الناحية، خاصة أنه نحن عنا أساس كاش، عنا delivery، عنا debt، كتير تسهل الموضوع أن متابع حساباتي مع المصاري اللي مجمدة مع شركة الدليفري. مثلا عنا هذا البرودكت منتكسه على السيستم، ببين عنا البرايس، فينا نعمل له أدت في حال نحن عاملين أوفرز. بنفس الوقت نكبس كبسة واحدة ببين عنا الستوك 48 item. هذا الشيء كتير حلو، بيساعدنا بالإنفنتري مانجمنت لنعرف أمتى نعمل طلبيتنا الجاي. بلس بالبيمنت اوبشن فينا نعمل باي كاش اذا زبون عنا بالمحل، اذا زبون ديليفري نحن بدنا نطلع نحط ديت، اوكي، لان الدليفري بده وقت لنرجع نقبض المصاري، سو نحن بدنا نخرج ستوكنا ويكون كل شيء مزبوط. سو بنفس الوقت بيطلع عنا تيكت نمبر، لما نرجع نستلم الكاش بنخرج التيكت نمبر، سو كل شيء بيكون متناسق ماشي سينكرونايزد، ما في شيء داعي نحن نفكر او نعذب حالنا. كتير سهل و easy to use. بلس بالنسبة للأكسس للأدت للبرايسز، هذا نحن شيء بنحدده كرمال اليوزرز الموظفين، نحن فينا نحدد الأكسس اللي بدنا إياه لليوزر وحسب الأدمن المانجر كل هالأمور. So very flexible و easy to use.